باش نحس براسي مزيان خصني واحد لا دوز ديال الضحك بلي بيا يا راه الضحك بلي كنت بلا به. فوالا نروح في التي ماساج ونشوفو سي فو فولي. دكتور هلال عبيد الله 33 سنة من المغرب، أخصائي في أمراض القلب والشرايين وفنان كوميدي كيموت على شي حاجة سميتها الضحك واستعمال الضحك في العمل ديالي الطبي. السلام عليكم، اليوم غنقول لكم على جوج ديال المرضى، واحد شفتو في المغرب واحد شفتو في فرنسا، أن سول بوان كومان بجوجهم كيكميو الحشيش الله يعفو. هو أنايا الكوميديا كانت في الدم ديالي من صغري، ومن الحلم ديالي وانني نطلع فوق الخشبه وندوز داك الشيء اللي كنعرف ندير في الضحك للناس. الشيء بديتو في 2014 في المغرب مع الثنائي لي زانكاليفيا. نجي نهضر معاك نقول لك صافا جبي صافا سي فري تونسيه تهضر معاهم تا صايم في رمضان الله تطلع لك النهار ديالك بواح. ولكن في 2019 من جات الازمه ديال كورونا بديت كندير دي فيديو ياك باش انني كنفسر للناس المعلومه الطبيه، ولكن بالطريقه ديالي ديال الضحك كنضحك فيا الدم ديالي. مع كاع داك الرجال اللي كيكميو هذه 30 عام 40 عام الحشيش الكارو اللي كيجيو عندك تيقول لك واصي الطبيب دابا راه ديما سمع مرتي راه ما بقاش بحال اللي قبل راه قضيه ما في وحل شي دابا صافي الاخ سجد فيها جدير وجاي ما تكالو اللي كتكيو سي نورمال تاوي وسي نورمالي وحبس الكار وحبس الحشيش اصاحبي تكون مع السبع الله يبيض راه معاك شي عذب الله. هي المعلومه كتوصل بالنسبه ليا بطريقه سلسه وكتوصل لاي واحد اي ترونج داج باش كيتقبلوها ولا ما كيتقبلوهاش. كنحاول على اساس نعطيهم داكشي اللي سون سي ريزوني المعلومه اللي غادي نفهمهم. المهم خصنا سبعة السوايع ديال الناس ديالنا مي كتناس كتريكوبيري بحال التليفون مي كيديشارجا كيتشارجا كيريكوبيري باش تقدر تهضر مع الجميمه. دابا الناس اللي مي كيشوفوني اول مره ضحك ولا كنتكلم ما كيعرفونيش، دابا انا في فرنسا ما كيعرفونيش وكيشوفوني يعني كنستعمل الضحك وكيجاوبوا معايا وكيتجاوبوا في شكل شكون هو اللي كيهضر واش طبيب هذا ولا شنو؟ عندي واحد الرغبه فيا الداخل واحد الطاقه فيا الداخل انني باش نحس براسي مزيان خصني واحد لا دوز ديال الضحك بلي بيا يا راه الضحك بلي كنت بلا به. بزاف ديال المرات حتى الحوايج طراو ليا مع المرضى ولا الحوايج طرا ليا مع الستاف تنقيدهم عندي في التليفون ديالي وكنجربهم في السبيكتاكل ديالي في لو سوار ميم ملي كنمشي ملي كنمشي لاسين. كنيفيتي ماكسيموم نتفرج في لي زوموريست الاخرين باش الانسبيراسيون ديالي نجيبها من داكشي اللي كنعيشو انا. داكشي اللي كيدير كتلقى واحد كيدير بجيتار في بيتو ياك قدام مرايه فيديو كيديرها صغيره لو لون دو ما كتلقاه كيلعب في ان ستاد كبير. دونك راه كلشي كيبدا بصغير ولكن شوف على حسب اللي بغيتي توصلو. سي سا لو سي سا ليدي سي سا النصيحه ديالي للشباب كاملين كيديروا اي مهنه في العالم متعوا الروح ديالكم بشي حاجه فنيه ولا شي حاجه روحانيه ولا شي حاجه اللي كتعجبكم نتوما واحد اخر غير هي المهنه ديالك ديرها عاد دير داكشي كلشي حنا عندنا ثنائي عندك الرجل والمراه علاش كان الليل والنهار دونك هي توجور هاد الثنائي هادي اللي ضروري خصها تصاوب حتى في المهنه ديالك المهنه ديالك وشي حاجه اللي كت اللي الفرفاشه هاهاها